هي الخطوره بتاعتها في ايه؟ انها حاولت تقتل جوزها 4 مرات. يعني ده مش عندها اصرار يعني وعزيمه. هي شوفوا يا جماعه برضو الاصرار والعزيمه دي الست حاجه كرييتيف، مهمه قوي، والكرياتيفيتي عاليه مهم. عند الست. يعني 4 مرات تسمه وما يحصلش، ما يموتش. ليه طب ما ماتش خلاص بقى، ليه؟ هو يعني عمره عمره، فتفضل مصره انها تموته تاني. بس تسيب فروق قد ايه بقى؟ 8 شهور. 8 شهور تسيب الفرق بين كل محاولة ومحاولة، حاسباها ليه يعني 8 شهور؟ يعني ما بين 8 شهور وسنة. بس هي المدة كانت بتيجي بالصدفة معاها 6 شهور 8 شهور. وبعدين وفي الآخر قتلته. بس اللي قتله عاشقها بعد ما زهق منها بقى. يعني هي كل انت ما ايه ما بتحاول بتموتش؟ فأقصد إنه الجرايم خلت الواحد وهو بيقرأ إنك تشك في كل، عشان كده بقيت أعذر رجال الأمن قوي، إنك لما بيحصل حادثة أو جريمة بيشكوا في كل الناس، لأن اللي بيشوفه بقى كل يوم أصعب. ده أنا هبدأ أشك في صوابع إيدي دلوقتي. هي والله أهم نقطة. وحقيقة بقى الواحد لما اشتغل كتير، ما تدخلش حد في بيتك غريب أبدا، ما تخليش حياتك دي مفتوحة مهمة للناس، قوي. دي كارثة. بيتك يبقى مفتوح ده كأسرار، لا يمكن ما تعملش كده. محدش يعرف عنك حاجة حتى لو كان الشخص ده مين. حدود المعرفة هي البسيطة، مش أكتر من كده. انت بتحضر لحاجه ليها علاقه بالطب الجنائي او المعمل الجنائي المعمل الجنائي بالظبط. او حاجه زي كده؟ انا كنت عملت مجموعه حلقات عن الطب الشرعي. ايوه. كنت بقى دايما اسمع اللي هي الحاجات اللي كانت بتتقال، اللي هو ان الجثه اتكلمت، انه الجثه في المشرحه صحيت، عملت صوت. الكلام ده حقيقي طب ولا مش كلام ما حقيقي؟ بيننا كده يا سامح، بيحصل لا مش بيحصل. انا خالص؟ قابلت، لا يعني خالص مفيش ولا دكتور في المشرحة قالك انا شفت خالص. الجثة اتكلمت يا عارفه بيه؟ انا اشبهها لك بايه بجد حقيقه؟ انه زي كده، مع فرق التشبيه، تاجر العربيات بيبص على العربيه وان هي واقفه من غير ما يكشف، يعرف العربيه دي كويسه ولا مش كويسه. الطبيب الشرعي مجرد ما بيشوف جثه بيحس، بيجي له احساس ان الجثه دي مشكلتها في الحته دي، في العين، في الايد. فيعني في اسرار كتير تم اكتشافها عندهم بسبب سنس. الاظافر طبعا. الاظافر. فانا عملت لقاء مع الطب الشرعي عشان اعرف دوره في القضايا ايه بشكل عام. فاكتشفت ان دور الطب الشرعي طبعا بالتشريح وغيره هو تاكيد سبب الوفاه، ودي حته مهمه قوي في اي جريمه. ان هو ممكن يكون المتهم مثلا اعتدى على الشخص ده باكتر من اداه، بس هو مات باني اداه. دي طب شرعي. لحد ما وقفت عند هو مين اللي بيرسم سيناريو القضية أصلا، فلقيت هو المعمل الجنائي، خبراء المعمل الجنائي بقى. فقابلت خبراء المعمل الجنائي وعملت حلقات طويلة معاهم. شاطرين قوي بقى على كده، حاجة خطيرة. فكرة، أنا كان بيشغل دماغي إيه؟ إن أنا ارتكبت جريمة وولعت في البيت، تمام، فالبيت ده تفحم تماما، خلاص مفيش بقى أي أثر، مفيش أثر. أنا إزاي برفع بصمات؟ وازاي بحدد ان الحريق ده مفتعل ولا غير مفتعل؟ وازاي بقدر اوصل لادله؟ ازاي صحيح؟ فاكتشفت انه في خبير له علاقه بالحرائق، هو متخصص في الحرائق، بيقفل على نفسه مسرح الجريمه ويحدد نقطه بدايه الحريق. ودي كانت بدايه حلقه بقى، نقطه بدايه الحريق صعبه قوي. لو انا لو هو خبير المعمل الجنائي، لو حدد نقطه بدايه حريق، يبقى الحريق ده مفتعل. ان هو الحريق بدأ من الكنبة. ايوه. فبدأ من هنا، يبدأ بقى يدور حوالين الكنبة مثلا، هو ايه اللي كان موجود؟ مواد مشتعلة، مواد يعني قابلة للاشتعال، زي بنزين او اي حاجة. يبدأ يدخل خبير البصمات.